الصيام هو أن تمنع نفسك، تمنع نفسك عن المشهيات، مش أنك أنت تدور على أطعمة شهية وتقول اللهم إني صائم. ما تجيش كده يا ابني. لا، دانيال النبي صام صوما ذكر في دانيال إصحاح 9 ودانيال إصحاح 10، بيقول وأنا دانيال كنت صائما 3 أسابيع الأيام، لم آكل شيئا شهيا، ولا دخل في فمي خمر ولا لحم، ولم أدهن. يعني الراجل لا كل لحم ولا خمر وما كلش شيء شهي ولم يدهن، يعني ما اداش جسمه راحته إلى آخره. لكن الصوم بدون ضبط النفس، الصوم بدون ضبط النفس له مظهرية الصوم، لكن روحيا ما بتستفدش منه. ولذلك يا ما مرت علينا أصوام وناس صموها وخرجوا زي ما هم بالضبط، لم تغير فيهم شيئا. ليه؟ لأن ما كانش فيه ضبط نفس أثناء الصوم. عشان كده أنا أحب في أيام الصوم ما تقول لهمش في البيت اعملوا لي الصنف الفلاني وبالطريقة الفلانية، وهما دام عملوا لك مزاجك الصنف الفلاني وبالطريقة الفلانية، يبقى فين ضبط النفس؟ انت ما ضبطتش نفس، ده انت تكتب تحتيها ومهما اشتهته عيناي لم امسكه عنهم. ما ناخدش من الصوم شكلياته، خد روحياته.